على أنقاض وركام جامع الباهر في قلب المدينة القديمة الذي فجره تنظيم داعش بحجة احتوائه على أضرحة تخالف شريعتهم، أقام العشرات من أهالي منطقة المشاهدة بأيمن الموصل أول صلاة عيد الفطر بعد أن تنفسوا هواء الحرية بطرد داعش من مدينتهم. خطب الجوامع الموحدة في الموصل دعت المصلين الذين أدوا طقوس صلاة العيد إلى إشاعة الفرح ونسيان الآلام بمشهد بات مغايرا تماما عن قوانين داعش. قمنا صلاة العيد في جامع الإمام الباهر الذي فجره أعداء الله وأعداء الإنسانية داعش، ونريد أن نوصل رسالة إلى أن هذا الجامع إن شاء الله سنعيد عماره وبناءه. مظاهر الاحتفاء بالعيد بانت ملامحها في الضفة اليسرى من الموصل، حيث مدن اللهو والألعاب والأماكن الترفيهية والتي شهدت إقبالا من العوائل الموصلية، أما الضفة اليمنى فلا يزال أهلها يستذكرون مآسيهم في عيد العام الماضي عندما كانت المعارك على أشدها في تلك المنطقة، لكن آمالهم مستمرة بأن يتغير واقع حالهم في قادم الأيام. الجانب الأيمن كان له النصيب الأكبر من التهديم. في هذا العيد أن يعود أهالي الجانب الأيمن وأن تبدأ عمليات الإعمار. أمور جيدة والوضع مستدب والأمن قائم، وندعي جميع اللي غادروا مدينة الموصل العودة إلى مدينة الموصل. الاحتفاء بالعيد لم يخلو من توجيه دعوة لأبناء المكون المسيحي وبقية المكونات الذين هجرهم تنظيم داعش من الموصل إلى العودة لبيوتهم ومشاركتهم في بناء مدينتهم وإعادة صورتها على ما كانت عليها في السابق. أخواننا المسيحيين اللي هم بالخارج اللي هم بالشمال أن يرجعون إلى مدينتهم ويتكاتفون معنا ويحطون نحط إيدنا بديهم حتى نبني الموصل من جدة وجديد إن شاء الله وننهض بالموصل. رسائل سلام بثتها فرحة الأهالي بالعيد وسط أجواء يسودها الأمن، معبرين عنها من خلال الاحتفاء بأول عيد ومدينتهم محررة بالكامل. ما يميز هذا العيد هو طابع الحرية والاحتفالات التي شهدتها أرض الموصل بعدما كانت محظورة في حقبة داعش خلال سيطرته على المدينة. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.